اي احلى شيء من تشوف اولادك يلعبون يمك، يكبرون داير مدايرك. طبعا هذا عراق، هاي عراق البطل، هذا صدام. هاي I love you عراق. هاي بيبا باي. هاي يا بابا. هاي يومية اخذهم هذا يم البيت يمنا، طلعهم يفترون، عسى ولعل في يوم من الايام يرجعون البلد ابوهم يبنوه يعمروه من المصيبة والكارثة اللي حلت بيه من جو الملالي وكل هذول الدجالين اللي حكموا العراق. الله يحفظ اولادكم وقرة عينكم، وإن شاء الله بلدنا باقي، وإذا إحنا ما رجعنا هذول أولادنا رجعوا. أشوفكم على خير.